قال لزوجته الوسط تكون يطالق بعد 40 بعد موت أمه بيومين، فما حكم قوله؟ يعني قيد بمدة زمنية ليست معلقة على فعلها. الجمهور يقولون تكون طالقا بعد هذه المدة. ها؟ أيوه، إذا قال لها تكون طالق غدا الصباح تكونين مني طالق، جزم أنت طالق غدا، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا رؤي القمر، تكون طالق عند الجماهير.